الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع ديالك tuto.com بالنسبه لهذا التوتوريال غادي نحاولوا نصاوبوا لو ديسان اللي عندنا هنايا باش من نسجلوا غادي نحولوا الى .icon كنا نستعملوا مثلا كايكون ديال لي دوسي او اشياء خاصه بكم. هنا غادي نمشي الفوتوشوب فيشي نوفو بالنسبه لا لارجور غادي ندير 512 بيكسل La hauteur cadalique a 512 pixels, résolution 72 pixels par pouce, contenu de l'arrière-plan a du comble blanc, ok. Fa'ana qu'même dans le chotowat d'y aller acheter le tutoriel. Skrivena radin khtmoub achia, affichage, affiché, ou hana la grille, radin khtm bzaf had le raccourci liwa CTRL plus le E, commercial. T'es testé un tchouma tchoufou le raccourci la version 5, haqqach la makhtach anna mkhtelf à la version 6, t'es tchoufou le raccourci la version 5 ou la 4 ou la version l'endcom. Clic, on a cette affiche à la grille, tenichez affichage, affiché, ou on a une cocher repère commenté. La quinte endcom décoché, haoulou tcoché wa, haqqach an nikhtmou bia. بالنسبه للتوتوريال كامل غادي نخدم باش بهذا لوتي اللي سميتو تي ريكتونغل. فهنا اول شيء غادي نديسينيو هذا لو ريكتونغل اللي عندنا هنايا. نمشي في هذا المكان كليك بحال هكا ونصاوب ان ريكتونغل بهذا الشكل. هنا بالنسبه لو ريكتونغل يعني كما تيبان لكم او بالنسبه لو طوا فيه بحال هذه القمه كاينه هنايا باش نوصل ليها غادي نزيد دو بوين دونكراج. هنا لوتي اجو لوتي اجو دو بوين دونكراج نزيد لو بروميي بوين دونكراج le deuxième point d'ancrage fait le macad. Clique à l'outil sélection direct, une sélection et les deux points d'ancrage sont la hampak. La hdonette on préfère l'erreur. Édition annulée, bashimchu d'une façon qui m'aide nahnaya batchakl. Faradin j'ai l'outil, nardinez l'outil conversion de points. Clique le premier point, clique le deuxième point, mchinez l'outil sélection direct. سيليكسيون الجوج وهنا لاحظوا النتيجه اني نطلعهم بحال هكا. فهنايا مزيان عندي الاشياء كونترول بلس باش نزومي ونجي لهنايا وفهاد النقطه لاحظوا نجيبها فهاد المكان. هذا هو بوان فور ديال لاغري يعني تتعاوني في التيسان. كذلك نجيب هاد النقطه هنايا كونترول موان وهنا بغيت نبدل لا كولور ديال لو توا. دوبل كليك لاحظوا دوبل كليك في لا فينيت دوب كليك هنايا ونعطي شي كولور مثلا لا بزاف قاصح. شوف مثلا هنايا اوكي مثلا بحال هكا هاد لا كولور مزيانه. زائد غادي نرجع لوتي ريكتونغل باش ندير الديسان ديالها شي لهاد لا فاسات او هاد لا فيو اللي عندي هنايا. فنجي هنا كليك ونمشي حتى لهنايا مثلا نسمها نفس المثال. بغيت نطلع هذه الفوق شنو غادي ندير؟ غادي نزيد ان بوان دونكراج هنايا. كليك بوان دونكراج قبل نجي لهنا نعطيه اوتي كونفرسيون دو بوان كليك ونمشي لوتي سيليكسيون ديريكت نطلع هذا لو بوان دونكراج في هذا المكان هنايا مزيان. هنا نعطيه لا كولور بهذا الشكل. غادي ندوز دوبل كليك في هذا لا زون باش نافيشي لو ستيل دو كالك incrustation de dégradé de telle couleur. Fait clic fada on j'ai l'hna ya t'la hada wahed chouya l'fou on qlib al les couleurs matalan bhal hada chekl ok t'khli hada raf el bied ok on j'ai l'hna nchouf mzyan ok ad tani wصلت hada natija fa hna ndi hada ashya ijabin. La cheminée, aw qbel ma nsawb hada la cheminée ndi هاد لي كوت اللي كاين هنا في لا فاساد. فبالنسبه لهذوك غادي نجي فقط لوتي ريكتونغل ونجي نصاوب هنا مستطيل الاول نعطيه واحد اللون بحال الكري حقاش غادي نشرحو كديل كونترول بلس وهنا نجيب لوتي سيليكسيون ديريكت كليك في هاد لو بوان ولاحظو غير بلي كلافيي بلي توش دو ديريكسيون ندفع الفوق بهاد الشكل بحال هكا يعني يمكن نخدم غير بلي توش دو كلافيي. كذلك غادي نقص لوباسيتي ديالو نجي بحال هكا نزيد نقص واحد شويه لوباسيتي وهنا غادي ندوبليكي لو كالك كونترول تي بوتون دروا ومن بعد عندي سيميتري اكس هوريزونتال غير باش يمشي مع الاتجاه شيفت بلو كلافي باش يمشي مقاد بحال هكا نجيبو في هذا المكان اونتري. فهنا مزيان كليكي في لاريير بلون كونترول لو اي كوميرسيال نشوف الريزولتا فينال ملاحظة من بعد يمكن لي نصحح هادو اللي عندي هنا لو توا غادي نجيبو من الفوق بحال هكا باش يكون
واضح هنايا. زائد شنو باقي لي؟ هاد لا شوميني كونترول اي كوميرسيال كونترول بلس ونهبط هذا واحد شويه. نجي دايما بلوتي فورم ونصاوب لا شوميني بزاف او كيفاش لا بحال هكا هنايا كونترول او غادي نجي هاد لي بوان دونكراج. ملاحظه يمكن لي سيليكسيوني دو بوان دونكراج كليك على الاول شيفت او فقط هذا غادي نهبطو بلو كلافي الاخر مزيان بان لي بحال هكا مزيان بوان دونكراج. غادي نطبق عليه هاد لا كولور ديال هادشي لا فاساد. فندير بوتون دروا كوبي لو ستيل دو كالك بوتون دروا كولي لو ستيل دو كالك فاتي تطبق هنا. غادي نكاشي لو كالك حاليا نكاشي لي في ملاحظة بوتون لاحظتو هذا بحال هكا بحال ديال لي كالك. غادي نكاشي لي في ونجي نصاوب هاد الضل اللي كاين هنايا هادو غادي نصاوبهم. ف غادي نجي هنايا نفس مثال نصاوب واحد شوية بحال هكا نعطي اون كولور لو غري او نعطي نفس لا كولور هنايا تنقص ليه لوباسيتي كونترول بلس غنقاد هادو. نجي لوتي اللي عندي هنا لوتي سيليكسيون ديريكت هذا يطلع واحد شوية وهذا يطلع واحد شوية كذلك حتى لهنايا بحال هكا فهنا مزيان. نفس المثال هنا الت شيفت ونجيب هذا في هذا المكان ونمشي لوتي سيليكسيون سيليكسيوني لي دو كليك على الاول كليك على الثاني شيفت ونهبطهم بالكلافي بحال هكا تيوصلوا هذيك لو طوا بحال هكا مزيان. نزيد هاد لا زون اللي كاينه الفوق ديال الشوميني هادي يعني فقط اون فورم لاحظوا هنايا لحيت هذا بحال كنرجعو فقط اون فورم ريكتونغل نصاوبها بحال هكا نعطيها شي لون دو كليك ديال لو توا ولكن تكون في الطل تكون قاسحة واحد شوية بحال هكا. تا هذا بان لي من الأحسن يكون قاسح مثلا لا كولور ديال لو توا هو هذا دو كليك ونعطيه هاد الشكل. هنا لاحظوا غادي نمشي ريكتونغل 6 ومن بعد ندفعو بحال هكا. هو بوان فور لاحظوا اون ريمارك بوان فور ديال لو ريبير كومونتي هو تيبان هاداك لو تري تي انديكي لو ميليو مثلا ولا تي انديكي لالينيومون ا غوش ا دروات على حسب بوزيسيونمون اللي بغيتو تصيفطو فيه. فغادي نهبط هذا واحد شويه ونزيد هادو اللي على اليسار على اليمين. فغادي ندوبليكي ريكتونغل 6 كونترول تي وهذا نجيبو واحد شويه هنايا بحال هكا اونتري ونعطي واحد لا كولور مثلا بحال لو نوار كري يكون قاسح واحد شويه بحال هكا نقص ليه لوباسيتي مزيان على شيفت ونجيبو في مكان الاخر من هنايا كونترول موان كونترول موان ولاحظوا هنا عندي شوميني زائد هاد لا بارتي. فهنا صوبت كونترول لو اي كوميرسيال كليك على هذا غير باش تحيد هذا. لاحظوا هنا ملي تنكليكي على ريكتونغل تيزيد هاد تراسي مثلا ديالاش ديال لا فورم كليك على لاريير بلون غير تي انيول هاد لو تراسي باش قد تكون عندي اون فيزيون مثلا ديال لي فورم وديال الشكل اللي تنخدم بيه. هنا ملاحظه قبل ما ندير ديسان ديال لي فونيتر ديال لا بورت وديال هاد الاشياء اللي بقاو غادي نجمع هادو كاملين في وسط ان جروب. نسيليكسيوني الاول شيفت بالكلافي ونكليك على ريكتونغل 2 تيتسيليكسيونا كاع هاد لي كالك اللي عندي هنايا. هاد نمشي للبوطون اللي سميتو منيو لوكال كليك وعندي دوز اوبسيون نوفو جروب ونوفو جروب دابخي دي كالك. شنو الفرق بيناتهم؟ لا كليك على نوفو جروب غادي كري ان جروب عادي فقط نوفو جروب دابخي دي كالك غادي نكليك عليه وشنو النتيجه ديالو هاد لي كالك كاملين غادي انسيريهم اوتوماتيكمون في هاد لو جروب اللي درت هنايا. لو نون غادي نخليها جروب 1 غادي من الاحسن ما نديروش جروب 1 غادي نسميه فاساد بحال هكا يعني لا فاساد كولور تيبقى الاختيار ديالكم تعطيو لا كولور بهذا الشكل مزيان ونفيرويه. غادي نمشي نصاوب جروب جديد لاحظوا هنا لتحت كاين ان جروب ونسميه فونيتر بحال هكا بوتون دروا نعطيه لو روج لا تعطيو اللون اللي بغيتو كونترول بلس كونترول لو اي كوميرسيال ونصاوب فيه كاع الاشياء اللي عندها خاصه مع لا فونيتر او الصفش. فهنا ديما لوتي ريكتونغل نجي نصاوب اون فونيتر بحال هكا نعطيها واحد لا كولور تكون قاسحه واحد شويه بهذا الشكل وغادي نحاول نصاوبو بحال هاد الصفاج اللي عندنا هنايا. فغي هذا غادي ندوبليكيه لاحظو هو دات لو دوبليكي غادي نصبغو بالبيض
كنترول تي ونمشي نصاوبو نحطو غير بحال هكا يشد غير كاس وحده هنايا نزيد له ماسك دو فيزيون من التحت لوتي اللي عندكم هنا اوتي ديغرادي ولاحظوا نعطيه بحال هاد ليفي اللي كاين هنايا نزيد نقص واحد شويه بحال هكا وغادي نقص لوباسيتي بزاف غادي نهبط بحال هكا غادي نقص لوباسيتي غير بهاد الشكل لاحظوا لوباسيتي رجعتها 71 هو غادي ندوبليكيه نسيليكسيوني هادو بجوج وندوبليكيهم بحال هكا باش يعطيني هاد ليفي اللي كاين هنا زائد غادي نزيد هاد لي كارت كونترول بلس نزيد هاد لي كارت اللي عندنا هنا لي كارت ديما في الدوسي فونيتر هنا كليك ونمشي نصاوب ان كادر غير بحال هكا نعطيه من الاحسن لا كولور هنا كليك بحال هكا نعطي هاد لا كولور او نكون قاصحه واحد شويه لاحظوا تنهبط واحد شويه هنا نكون قاصحه بحال هكا اوكي اوتي دو ديبلاسمون الت شيفت نجيب هذا هنايا الت شيفت عاوتاني واحد في الوسط نجيبو في الوسط بحال هكا في الوسط مزيان نصاوب واحد هنايا لاحظوا هاد الوسطاني غادي ندوبليكيه كونترول تي ونجي غير لهنا في الروتاسيون يعني قبل بوان دو ريفيرونس يكون الميليو روتاسيون تكون 90 درجة اونتخي بهذا الشكل او فاليدي هي ابليكي طلع واحد من الفوق ونهبط واحد من التحت بهذا الشكل عديتو البات يبدا يبان كليك على لاريير بلون غير باش ميبقاش يبان هادو هنا لاحظو بان لي شوية خارجين من هنايا غادي نصححهم موتي هنا فقط ندفع هذا واحد شوية هذا كذلك ندفع واحد شوية مانويلمون وهذا الوسطاني كذلك ندفع غير واحد شوية بحال هكا مزيان هاد تحتاني كاع بانت لي نهبطو واحد شوية من هنا نبقى ديما غير في الفونيتر وغادي نصوب هاد السباجم اللي عندي هنا هادو اللي تيتسدو تيتحلو فغادي نجي هنا ديما بهاد الأداة ونصوب فيه واحد 3 كارو بحال هكا ندوب كليك هنايا ونحاول نعطيهم دي كولور غادي نكليكي غير هنايا ولكن نعطي واحد لي كولور مفتوحين واحد شوية بحال هدا الت شيفت ونمشي نحط واحد من هاد الاتجاه اللي كاين هنا فلا ديتو البال شنو باقي لي باقي لي هدا خاصو يتصاوب هاد الحافة اللي كاين هنا فكاين دو فورم الأولى في الثانية غادي نجي ونصاوب دقيقة غادي نرجع نصاوب هدا بحال هكا هنا الاول نعطيه دوبل كليك حاليا غادي نعطي دي كولور عاديين ومن بعد غادي نستيلو من سالو الديسان لا دوزيام بارتي وانا نستيلو هاد لي فورم اللي عندنا هنا الت شيفت ونمشي للثاني بحال هكا كونترول تي يعني كونترول تي وهنا الت لاحظوا باش يصرا من الجانبين ونهبط واحد شويه بحال هكا مزيان فاني الصفشم كامل سيليكسيوني فونيتر ونديبلاسيه بشكل بحال هكا كونترول تي ونموديفيه بهذا الشكل هاكا نحطو في الوسط كونترول تي كونترول لو اي كوميرسيال باش يكون عندي بالنسبة لا فونيتر مازال غادي نستيليوها غادي نحطوها هنايا بانت لي واحد شوية كاين هنايا واحد ليسباس مزايد نحاولو نصحوه بحال هاكا ندفعو واحد شوية كونترول تي ونجي غير من هنايا بحال هاكا اونتري سي بون بهذا الشكل نفيروي لا فونيتر ونصاوب هاد الباب اللي غادي يجي لينا نفس نسمي فان جروب نسميه بورت نعطي شي لون مثلا لو غري او لو غري ما غاديش يبان لو روج عندنا لو جون كونترول موان كونترول موان ونجي لهنايا ونصاوب هاد الباب يعني نبداو هنا كاين 3 فورم كاين لا بروميير فورم لو غري كاين هاد اللي عندها شويه ديال لورونج وهذا اللي عنده بحال ديغرادي فغادي نجي نصاوب منين افيشي لا غري فورم ونجي لهنايا مثلا الباب نحاول ما نعطيش واحد الحجم كبير علاش حقاش مازال غادي نجيب واحد الصفشم هنايا نفحها واحد شويه بحال هكا نطلعها هنايا مزيان تكون لا كولور شويه سومبر بحال هكا غير لا فورم نفسها غادي ندوبليكيها باش نخرج هاد لا فورم اللي هي بلورونج ندوبليكي لا فورم كونترول تي ولاحظوا الت باش يصرا من الجانبين بحال هكا ونجيب هادي شويه من التحت بحال هكا مثلا كونترول
نعطي اون كولور مثلا بحال هذا ديال السرجم. اوكي طلع واحد شويه الفوق ونزيد اون اوتر فورم يعني كونترول بلس اون اوتر فورم. غادي نجي لهنايا ونصاوب لا بروميير فورم بحال هكا وهذا غادي نعطيها اون اوتر كولور باش تبان. ونتي دو ديبلاسمون بالكلافيي تنحاول نقادها ونعطيها مثلا دوبل كليك وهنا انكروستاسيون دو ديغرادي تعطيوها لي كولور اللي بغيتو. غادي نفضل يكون دي كولور مثلا غير بهذا الشكل. اوكي غادي ننقص لها لوباسيتي ديالها بحال هكا. اوكي عاوتاني فقط ونجيب واحد من تحت الت شيفت لا بزاف هنايا هبط كثر من القياس بحال هكا كونترول تي ونطلع هذا هنايا فقط نصاوب غير باب بهذا الشكل زائد الباب. شنو باقي؟ باقي فيه بعض الاشياء، باقي فيه هاد لابارتي هاد اللي تتكون من الفوق وهاد الحافه اللي كاينه هنايا. غادي نصاوب هادو اللي من الفوق. فدائما ديما في الكالك بورت نجي هنا دائما بنفس لوتي فورم ونصاوب. شوف الاولى هنا عندي الاولى طويله بحال هكا بهذا الشكل. غادي نعطيها اون اوتر كولور هذا زائد نفس لا فورم الت شيفت كونترول تي كبرها واحد شويه من الفوق و الت بالكلافي باش يصاب يمين يسار ونهبطها واحد شويه من هنايا اونتخي. ومن بعد مازال غادي نستيليوها من بعد كيما قلت في لي ستيل. شنو باقي لي؟ غادي نزيد هاد لي زون اللي كاين هنايا هادي وهادي. فدائما هذيك في الحقيقه غادي نزيدوها في لافاساد. نجي لهنايا فاساد نحيد ديفيغويي ونجي نحل الفاساد كليك غادي تكون من التحت فورم نصاوب اون فورم لاحظوا من هنايا بحال هكا قد قدام مثلا نبدل لاكولور ديالها هاكا مزيان كونترول تي الت فقط غير الت ماشي الت شيفت وندفع هنا يمين باش يمشي نفس الحجم باش نفس المسافة اللي غادي يخرج منها من اليمين هي اللي يخرج منها من اليسار. ابليكي ايه طلع واحد شوية الفوق بحال هكا مزيان زائد غادي نهبط هذا الت شيفت كونترول تي وهنا غادي نحاول ندير الت ونجيبها على قياس لاحظو ديال الدار من هنا لهنايا ونزيد نهبطها واحد شوية كونترول لو اي كوميرسيال وعندي بهذا الشكل نكليكي هنايا باش يحيد هذا البيض هنايا. هنا عندي هذا زايد غادي نشوف بوطون دروا عندي ريكتونغل يعني ريكتونغل هذا هنايا هذا خاص يكون غير من الفوق مثلا غير باش ميجيش باين بحال هكا مزيان. كذلك كاين او هذا خاص يجي من تحت بحال هكا غير باش ميبانش بحال هكا يعني اسوس. فهنا شنو باقي لي؟ باقي لي هاد العتبه ديال الباب حتى هي تزاد ملي كاين هنا. فغادي نخرج من لافاساد هنا ونمشي لبورت ديفيرويي نحل هاد لو جروب بورت ونمشي نصاوب بروميير فورم غتكون بحال هكا. غادي نشوف الحجم ديالها تكون اصغر من لا دوزيام غي هنايا بهذا الشكل الاولى ومن بعد الثانية بحال هكا تكون شادة هاد لابارتي كاملة. هاديك ملاحظة اللعبة ديال الكازون نخليها هي اللخر. فهنا غادي نمشيو نستيليو شيء بشيء. غادي نبداو بهاد لو توا اللي عندنا هنايا. فغادي نجي لافاساد ديفيغويي غادي نقلب عليه نقدني بوطون دروا لاحظو فوسط لو توا شنو تيعطيني هنايا؟ تيعطيني فاساد ريكتونغل ان يعني في المكان اللي كليكيت ريكتونغل ان تيديني نيشان ليه بحال هكا. غادي كونترول بلوس باش يبان لي دوبل كليك وهنا مثلا غادي نمشي نيشان كونتور. لو كونتور اون رمارك بالنسبه لفوتوشوب سي 5 سي 4 3 لتحت كاع كونتور مكتوب في هذا المكان سي 6 كونتور حطو في هذا لا زون. فهنا لو كونتور لو نوار غادي نتيستي اكستيريور انفيريور او انتيريور سمحوا لي لو سونتر غادي نخلي اكستيريور غادي نقص واحد شويه و طوطر بوسيبيليتي يمكننا مثلا نتيستيو في لو ديغرادي. هاي لو ديغرادي غادي نجي ونشونجيو لو ديغرادي بحال هكا في بلاصة لو نوار هنايا في بلاصة لو بلون نحاولو نديرو مثلا بحال لا كولور لي تكون قاصحه شويه. اوكي
وعندي بهاد الشكل. يعني هنا داك دو كولور. بالنسبه لي كولور غادي نكتبهم في لا فيديو، يعني من نجا ندير لا بارتي ديال المونتاج فيديو قبل ما نافيشها، فغادي نكتب هاد لي كود دو كولور اللي خدمت بهم هنا باش يكونوا واضحين. فا اوكي فهاد لا زون. زائد هنايا بالنسبه للطوا في شيء اخر لاحظوا فيه هاد لومبر اللي كاين هنايا، نبقاو من في لو كالك دوب كليك وغادي ناجوتي ان نومبر بورتي. كذلك اون غمارك بالنسبه للومبر بورتي فوتوشوب سي اس 5 سي اس 4 لومبر بورتي تيكون هو الاول، هنا في سي اس 6 خلاوه هو الاخر. برودوي في 120 لا غادي نتيستي 90 درجه باش يجي من تحت مزيان. لوباسيتي هي هذيك ديستونس، لوباسيتي غادي نقص منها واحد شويه بحال هكا. غروسي لا تاي مزيان، لا تاي تكون ناقصه واحد شويه يعني 9 هنايا. اوكي كونترول بلس، ولاحظوا هنا كاين ان ديفو. شنو هو هاد لومب؟ خارج من هاد لا زون وخارج من هاد لا زون، فمن الاحسن انه يكون حدو حد الدار هنايا. ففي هاد الحاله غادي نجي اف دو اكس، لاحظوا هنا في لو كالك ريكتونغل 1 اف دو اكس كري دي كالك. شو معنى كري دي كالك؟ بمعنى انه غادي كري هاد غادي كري ان كالك او دي كالك انطلاقا من هاد لي زيفي اللي عندنا هنايا. كري دي كالك اوكي، وهنا عطاني كالك سميتو كونتور اكسترن وكالك سميتو امبر بورتي. ففي هاد لو كالك اللي سميتو امبر بورتي غادي نجي لوتي ريكتونغ دو سيليكسيون، نصاوب واحد ريكتونغ دو سيليكسيون في هاد المكان، وهنا يكون عندي اجوتي ا لا سيليكسيون كيما كاتبين. وندير بحال هكا باش ندير دو كادر دو سيليكسيون سوبريمي بلو كلافي كونترول دي، وهنا تنبقى محافظ غير على هاد المكان اللي كاين هنايا. فصاوب لو توا ندوز شوميني كونترول بلس كونترول بلس ونجي لهنا. بالنسبه لا شوميني كاين هنا لا دتوبا كاين واحد لو بتي كونتور في هاد اللعيبه ديال الشوميني، غادي نجي ونقلب عليه. باش نقلب عليه لاحظوا ني بوتون دووا هنا بوتون دووا، وتيكتب لي فاساد، يعني هي رسمناها في الفاساد ريكتونغل 4 تي سيليكسيوني اوتوماتيكمون هنايا. فاندي دوب كليك نمشي نقلب على ان كونتور بهذا الشكل، ونجي لهنايا مثلا 3 بزاف، نقص نعطيه فقط مثلا لو 1 هنايا زائد لوباسيتي، غادي نقص في لوباسيتي ديالو بهذا الشكل. فهنا بانت لي مزيان. اوكي نهبط هذا وغادي نكليكي على اريير بلون باش نشوف الريزلتا اللي كاين هنا. زائد غادي نزيد واحد لو بتي اون بورتي في هاد لا فورم اللي كاينه الفوق، يعني هادي نفس الشيء بوتون دووا ريكتونغل 6 هي هادي تيستي. دوبل كليك نهبط هذا واحد شويه، غادي نمشي اون بورتي. اون بورتي غادي نفضل هو من التحت برودوي، ولكن لا ديستونس لا هنا كشبات بحال هكا بزاف، نخلي لا ديستونس بهذا الشكل. هنا غروسي بحال هكا، ولا طاي غادي نصغر في لا طاي غير بهذا الشكل، مازال لا طاي غادي غروسي ونصغر في لا طاي بحال هكا، ونقص لوباسيتي غيجي واحد لو بتي هنايا غروسي كذلك، فقط نخليها بحال هكا بهذا الشكل. اوكي كونترول موان كونترول موان، وعندي مثلا هذيك هاد لومبر خفيف بحال هكا كليك تيبان بهذا الشكل اللي عندنا هنايا. صوبنا لو توا، صوبنا هاد الشوميني، غادي ندوزو لا فونيتر كونترول بلس كونترول بلس، نجي نفيرمي كاع هاد الفاساد، كليك هنا نفيرويي ندخل فونيتر دي فيرويي. وشي غادي نخدم بهاد الاشياء هاد الحافه اللي كاينه هنايا. بوتون دووا لاحظوا ان تيكتب لي الفونيتر بمعنى لو جروب فونيتر ريكتونغل 10 هو هذا سيليكسيونير. دوب كليك، وهنا غادي نعطيه فقط لوتي انكروستاسيون دو ديغرادي، وغادي نخدم هاد لو ديغرادي بار ديفو لو نوار اي لو بلون. في حالة ما كانش عندكم افيشي كليك وتجيو لهاد البوتون اللي كاين هنايا وتقول ليه مثلا لا ماشي هذا سمحوا لي غلط. في حالة ما كانش عندكم هنايا تتكليكيو في هاد لو بلوس او هاد سوبور لا تريونغل، وتكليكيو على بوتون منو لوكال هو هذا اللي كاين هنا، وتنزلو ريانسياليزي لي فورم. اوكي تي افيشي لي فورم بار ديفو ديالاش اللي تيكونوا في الديغرادي ديال فوتوشوب، تنزلو هاد البيدو الكحل. في حالة ما بغيتو تنزلو ان اوتر ديغرادي تيبقى الاختيار ديالكم. اوكي وعندي لافي دوزيام هو هذا لا مغلطش ريكتونغل 10 نفس الشيء دوبل كليك ونمشي انكروستاسيون دو ديغرادي تيعطينا هاد لافي. اوكي هنايا كاين هادو ديال السفاجم تيتحلو وتيتسدو، هادو تا هما غادي نطبقو عليهم ان افي. غادي نقلب عليهم فقط بوتون دووا فونيتر ريكتونغل، غادي نخدم بهادي هي الاولى من الاحسن ريكتونغل 9 كوبي
وهذا سيليكسيوني دوب كليك فغادي نجي لهنا غادي نعطيهم اون ان نومبر انترن اون بورتي لا غادي نمشي نومبر انترن برودوي مثلا غادي نخلي في لو برودوي بالنسبه للاوباسيتي غادي نتيستي دوطخ تيب مثلا نخلي في 75 74 بهذا الشكل لونغل وهذا لا ديستونس نقص لا ديستونس باش يكون بهذا الشكل وهنا غادي نزيد في لا تاي يعني لاحظوا لا تاي غادي نزيد في لا تاي بهذا الشكل زائد ميغري بحال هكا باش يبان هذا الشكل في لا تاي غادي نقص واحد شويه 20 بحال هكا باش يعطي هاد ليفي اللي كاين هنايا فهنايا مزيان كاين نزيد مثلا تيستي بان بيزوتاج استامباج غير بحال هكا وغادي نقص هاد لو نوار هنا باش ما يجيش قوي بزاف لو بلون كذلك يجي خفيف واحد شويه لا بروفوندور بحال هكا ماشي لو بدا تزيدو بيزوتاج استامباج تبقى الاختيار ديالكم لا بغيتوها فا اوكي بهاد الشكل هنا نفس هاد ليفي غادي نكوبيه في هذا اللي كاين هنا لاحظوا ريكتونغل نف كوبي وبالنسبه لهذا لا ما غلطش هو ريكتونغل نف عادي فنجي ريكتونغل نف كوبي بوتون دروا كوبي لو ستيل دو كالك ونجي ريكتونغل نف بوتون دروا كولي لو ستيل دو كالك تيشكولا بحال هكا ثاني شيء شنو بغيت نزيد بغيت نزيد ليه بحال هاد لاحظوا بحال لي ريور اللي كاين هنايا هادو فقط شنو هما جيت غادي نجي لهنا في فنيتر باش نزاد من الفوق ف فورم لي زوتي دو فورم عندي اوتي فورم بيرسوناليزي وهنا كليكيو وعندكم بليزيور فورم تيكونوا بار ديفو في وسط فوتوشوب ملاحظه الا جيتو لهنا وما لقيتوش هاد لي فورم بما ان تكليكيو على منيو لوكال وهنا تهزلو توت شنو بقات يكون مافيشي فقط انيمو فلاش تكستور يعني فقط شي وحده من هادو بغيت نافيشيهم كاملين كليك على توت اوكي تيتافيشاو كاملين فبالنسبه لا فورم اللي خدمت بها هي هاد لا فورم اللي كاين هنا لتحت كاع كاين فوق ديسك هاد كليك ونجي ونصاوب هاد لا فورم الاولى بهذا الشكل كليكي هنا غادي نجي نشوف كيفاش جات كليك في لاير بلون من الاحسن غادي نعطيها لون اخر ما نعطيهاش بحال هادوك كليك ونقلب على شي لون بحال هكا ونقص لها لوباسيتي نشوف شحال تماك 18 كليكي هنا وتكون بحال هكا خفيفه ما بيناش بزاف لا ديتو البال فورم 1 ونمشي غير هي ندوبليكيها ونحطها هنايا نقد نقادها بالكلافي فورم 1 تاع هي نجي بهذا الشكل مزيان هنايا طب بحال هكا يجيو غير خفاف ما واضحينش مزيان فهذا بالنسبه فنتر غادي نفيرويي فنتر شنو بقى لنا بالنسبه لابورت ديفيرويي ونجي لهنا بالنسبه لافنتر ماني سالي غادي نجيبوها في هذا المكان فبالنسبه لابورت غادي نجي واحد لاتبه اللي كاينه تحت بورت ريكتونغل 16 تيستي دوب كليك تاهي غادي نعطيها فقط انكروستاسيون دو ديغرادي تكون غير بهذا الشكل هذا بار ديفو كيما عندكم هنا في الحقيقه استعملت كونتر موان استعملت غير هذاك بار ديفو ونجي لهنايا هذا نكليك عليه هو ريكتونغل 16 لا كليك على ريكتونغل 15 غادي يكون دوبل كليك نفس المثال انكروستاسيون دو ديغرادي ويكون عندي غير بهذا الشكل اوكي بحال هكا من تحت عادي هنايا الباب ما غاديش نخدم فيها بزاف غادي نخدم غير هادو من تحت وهادو من الفوق كونترول بلوس ونجي هنا بوتون دروا بورت ريكتونغل 13 كوبي دوبل كليك انكروستاسيون دو ديغرادي ونقلب على دي كولور يعني اللي تناسبو مع اللعيبه اللي تتكون من الفوق فهنايا كليك كليك غادي نهزك مثلا بحال لا كولور تكون شويه كلير وواحده اخرى مثلا نفسها هنا ولكن شويه بحال هكا ان ميلونج ما بين لو كلير والوبسكور اوكي اوكي بحال هكا نفسو غادي نكوبي في ريكتونغل 13 يعني بوتون دروا كوبي لو ستيل دو كالك كولي لو ستيل دو كالك تيعطيني بحال هاد ليفي كونترول موان كونترول موان وعندي بهاد الشكل الا عندكم مثلا دوطخ اوبسيون انكم تزيدو تستيلو هذا فتيبقى الاختيار ديالكم على اساس تدخلو دوطخ ستيل في وسط هاد الباب غادي نخليها بحال هكا غادي نرجع للفونيتر نجي لهنايا هذا نشوف بحال هكا فونيتر ومن بعد لاحظوا هنا فقط لو كالك فونيتر بغيت ندوبليكي هاد لا فونيتر ف فونيتر لو جروب ونبقى غادي بي وما نحطوش في وسط لو جروب خطا نحطو في وسط ليكون ديال لو كالك شنو عندي هنا فونيتر كوبي سيليكسيوني فقط نجيبو بحال هكا كونترول تي ونعطي شي حجم اللي يجي بحال هكا زوين مثلا بالكلافي تندفعو
ما نحاولش نهبطو بزاف لتحت. علاش؟ حقاش غادي ندخلو، غادي ندخلو هاد بحال هاد ليفي ديال الكازون اللي كاين هنايا. فهنا عندي نحاول نقادو مثلا غير حط هنا عازل لوتي دو ديبلاسمون بالكلافي، فلو كلافي تلقاو له واحد المكان مناسب. نزيد نهبطو واحد شوية في اليمين بحال هكا مزيان. بالنسبة لهاد لوبسيون واحد كيفاش صاوبتها، فغادي ندير كالك جديد، نوفو كالك هنايا، كونترول بلس باش افيشا، ومن بعد لوتي اللي عندنا هنا لوتي اليبس دو سيليكسيون، فقط دي اليبس غير بحال هكا. ما ننساش لوبسيون اجوتي على سيليكسيون باش يمكن لي ندير بليزيور اليبس. لاحظو تيعطيني هاد ليفي بحال هكا، غادي نصاوب غير بحال هاد ليفي ديال الكازون غير بهاد الشكل بحال هكا. نعطيه اي لون دي سيليكسيوني، نعطيه اي لون، لكن من الاحسن نجيبو مع هاد الحافة نيشان هنايا. فنزيد واحد شوية اوتي ريكتونغ دو سيليكسيون، غادي يمين في لو كالك ان بحال هكا، نجي حتى لهنايا ونعطيه نفس لا كولور دي سيليكسيوني بهذا الشكل، ونحاول نتقنو واحد شوية في هاد لوتي بحال هكا. ميبقاش هاد لو كوان زائد هاد لي كوان ميبقاوش، يجيو شوية اوفال دي سيليكسيوني. فا سي بون، دوبل كليك ونمشي نعطيه انكروستاسيون، انكروستاسيون دي ديغرادي، ونحاول نعطي لي كولور ديال ليرب لي كاينين. كليك فهاد السوبور ندفع هنا باش يبان لي الريزولتا، ونمشي لهنايا لا بروميير كولور مثلا، غادي نطلع هذا فهاد لو نيفو، ونقلب على ان فير بحال هكا مثلا، ان فير فهاد فهاد لي زونفيرون بهاد الشكل. اوكي لو دوزيام نبقاو غير في لا غام ديال لو فير، فغادي نمشي لهنايا مثلا، ونمشي نقلب على ان فير بحال هكا ما بيش مثلا. اوكي اوكي كذلك ندخل بيزوتاج اي ستومباج. فبيزوتاج اي ستومباج نتيستي هنايا، غادي نعزل ان بيزوتاج انترن بان لي من الاحسن. بالنسبه ليس غادي نتيستي سي سلاج ماركي، لا غنتيستي ليجي بهذا الشكل، ونشوف بالنسبه لا بروفوندور نقص لا بروفوندور. بالنسبه لا تاي نخليها بحال هكا، او قبل ما نبدا نخدم غادي نجي هنايا نبدل لونغل ديالها، نحطو في الميليو، ونمشي لاطاي، شوفو شنو غادي يعطي واحد الدقيقة لو فلو او لا بروفوندور هكا بزاف، ونجي في لو فلو باش ميبانش هذا. فلاحظو في لونغل حطيتو في الوسط، لو فلو عطيتو ان يكون بسيط باش ميبانش واحد لو غولييف، لاطاي 4، لا ديريكسيون لو هو، بروفوندور هنايا عطيتو 123، تكنيك سيزلاش ليجي، ومن بعد اوكي. فهنا تقريبا وصلنا للريزولتا فينال ديال اش ديال 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 ليكون ديال التيسان. بانت لي رمارك، هادي تبدلات من المكان ديالها، هاد لوبسيون تبدلات من المكان ديالها. غادي ندخل للشومينيه ني فاساد كليك، ونمشي نقلب عليها بوتون دروا فاساد ريكتونغل 6 هو هذا، دوبل كليك، وغادي نمشيو امبورتي لا ما فيهاش هذيك، فيها امبورتي. غادي نحيد، لاحظوا غادي نحيد لوبسيون ديالاش ديال اوتيليزي ليكليراج جلوبال. مي تتكون لوبسيون ديال اوتيليزي ليكليراج جلوبال، فلا مشي تا درت موديفيكاسيون في نوتر كالك تا هو في لوبسيون ديال اوتيليزي ليكليراج جلوبال، فتيتبدل لونغل على حسب هذاك الشونجمون اللي درتو. فاش ما نطيحش في هذا لو بياج، من احسن نحيد اوتيليزي ليكليراج جلوبال اوكي باش يبقى بوحدو. ففوقاش تبدل هاد لومبورتي لونغل ديالو من خدمت بهاد فهاد لا فورم اللي كاينه هنايا. هنا من بعد ما وصلت هاد النتيجه هنايا، فغادي نحيد هاد لو بلون لاغيير بلون بحال هكا، وغادي نسجلوها بي ان جي. ففيشي اونجستري سو بيرو، فهنا غادي نهزل بي ان جي، كلكم تحتفظوا بها في فوتوشوب بطبيعة الحال. غادي نهزلها بي ان جي، غادي نسميها ميزون، عندي ديجا تماك ميزون، غادي نعطيها تيغي ونسميها سون بحال هكا. انجستري هنا اوكي، ونجي نقلب هي هادي ميزون سون بوان بي ان جي، وهادي بغيت نشحها ايكون. لا بغيت نشحها الايكون، لاحظوا هنايا في وسط جوجل فقط تابيو كونفيرتير ايكو، وعندكم بليزيور
si ton Matidevo had l'option انه l'image يشعلكم en icône. فما بين واحد تستيتو هاد custom XP le deuxième فقط كليك هو ديجا عندي محلول وكيفاش يخدم فهنا كيما هاني شيء واضح votre fichier parcourir غادي نجيبو le fichier في le bureau سميتو maison 100 هنا bureau M بحكا maison وهذا اللي عندنا هنا 100.png ouvrir وهنا نزل مثلا vista كاين دي زوبسيون لاحظوا لاحظت الكورسور تيبان لكم دي زوبسيون تماك فلاحظوا تماك لا دوزيام لين ايل كونتيندرا ا توت لي تاي كاين ديال 16 وكاين ديال 256 فلاحظوا تماك 256 بيكسل حقاش مهمه هذيك الاوبسيون غندير كونفيرتير وشنو كتب لي هنا لا لارجور دو ليماج دي باس سيل اوتوريزي لارجور ماكسيموم شحال خاصها تكون 256 غندير واخا نجي لهنا نرجع هذا ونجي نمشى الفوتوشوب وهذا لو ترافاي ملاحظة تحتفظوا به على اساس تسجلوه مثلا بي اس دي باش ديروا له اي موديفيكاسيون ولكن قبل مثلا بغيت نسجلو بي ان جي غادي نجي ايماج تاي دو ليماج وهنا نقول ليه 200 كيما كاتبين 56 فا اونتري او اوكي هنا سمحوا لي غلطت لما عطيتش البال نشغل لهنا ما عطيتش البال واحد الحاجه شحال كتب لي في هذاك بالضبط اعتذر غادي نجي لهنايا عاود باركورير غادي خاصني نجيبو كونفيرتير لو شون غادي نتيستي انا مابقاش عاقل واش 256 ولا 52 ماشي مشكل فا اون فوا لاحظتو درت ايماج اديسيون تاي دو ليماج دخلت هنايا لا فالور 256 انولي انا ديجا طبقتها وغادي نمشي نسجل fichier enregistré sous on ben nataha point png hadi smeha déjà on smeha jijla fouk hadik maison 100 halaka enregistré va écraser ok on réduit photoshop yadi li hadna hnaya maison 100.png on ben nmchi ntroll le site hada ghay le deuxième site li huwa smitu custom xp parcourir Shinjip maison 100 yadi ouvrir on bet yadi que 255 c'est un clé balade l'information qui est là ça habni 255 va 255 vista convertir on bet tu j'ai là enregistrer le fichier bureau ok bureau maison point 100 echo enregistrer réduire هنا لونجيسترومون تيلوس فقط لونتيفيروس وعندي هنايا مثلا لاحظوا هنا بوان ايكو ان بتي تيست بوتون دروا نوفو دوسي مثلا غادي نسميه دوسي فوتوشوب بوتون دروا ونجيبو ليكون بشكل عادي بروبريتي بالنسبه لويندوز 7 بيرسوناليزي شانجي ديكون باركورير نمشيو للبيرو وهذا نقلبو على ديك ميزون 100 كليك اوفرير اوكي ومن بعد هنايا تنتحصلوا على هاد ليكون كنا نستعملوها ممكن نستعملوها كذلك سو فورم دو بي ان جي دوبل كليك مثلا نستعملوها في او بوينت ولا في اشياء خاصه بنا فهذا كان اخر شيء الحمد لله بالنسبه لهاد التوتوريال